صادف أثناء وجودنا بمدينة ألكسندريا في ولاية فرجينيا التي تقع على أطراف العاصمة دي سي وجود ما يسمى هنا في التقليد، شفته بالعديد من المدن الأمريكية، اسمه قهوة وسيارات، كارز اند كوفي. شنو هذا؟ الأحد الناس اللي عندها سيارات متميزة سواء قديمة أو حديثة تحب تشارك الناس بهاي السيارات، يشوفوها يتعرفون عليها، يعني شو تقول فد نوع من اللقاء للتعارف بين محبي السيارات. وطبعا مرات من يصير بعض حالات البيع والشراء، بس معظم هذول الناس فخورين بسياراتهم ويحبوها ويحبون يتعرفون على ناس لهم اهتمام مشترك. هناك سكشن للسيارات، سيارات السباق، هذه قديمة، شلون لون ليموني حلو. هاي البورشة ما كنت تعرف يسوون تراكترات، أول مرة أشوف بورشة تراكتر. هاي البي ام القديمة 1974، لامبورغيني 1985. Check it out.